الاهلي والزمالك يوم الاحد، شايف المباراه دي 0-0 على طول كده؟ على طول كده. ما بص 0-0 دي ليه؟ لان لا ده فايق ولا ده فايق. وسيبك من ماتش النهارده، ما تحسبش على ايسترن كومباني خالص. فرقه الزمالك مش ايسترن عمل مباراه كبيره قدام الزمالك، الزمالك فاز بصعوبه، فاكر هدف زيزو؟ ما عشان الزمالك وحش، انت فاكر يعني الزمالك كويس؟ ما الزمالك مش شايف، الزمالك فريق منظم مع الكابتن علي عبد العال، يعني فرقه كويسه وفرقه محترمه وفيها لعيبه كويسه جدا. بس ليميت معين، حد معين، اكتر من كده لا. هي كويسه مع المقص، كويسه مع سيراميكا، ممكن تعافر، انما اللعيبه ما عندهاش الروح ان هو يكسب اهلي والزمالك، مش موجود. اذا كان مش عند بيراميدز المليارات، فانت هتيجي تحكم على ايستن في اخر الدوري. اسباب هبوط منتخب مصر ان الاهلي والزمالك وحشين والاسماعيلي وحش. انت الاسماعيلي جت فتره كان فيه اتنين، حمص وحسني، في المنتخب. امبارح براجع السكواد بتاع الماتش بتاع كوريا، لعيب من الزمالك واحد وثلاثه من الاهلي او اتنين من الاهلي اللي بيلعبوا ومش فايقين. يعني النادي الاهلي كنا بتغبط فيه خمسه سته، والزمالك فيه اربعه، وفي الملعب بيبقى مثلا حوالي سبعه، وبيبقى واحد محترف ومعاهم حسني عبد الرب ومعاهم حمص، يعني فده التراجع اللعيبه ده. فالماتش بتاع الاهلي والزمالك هيبقى سيء جدا. انا يعني بص، اللعيبه دي فايقه ولا دي فايقه؟ انا بقى بقول لك الماتش ده هيبقى حلو قوي، بس عارف هيبقى بقى مره ايه؟ ما انا هديك اهو، قول. الماتش ده هيبقى حلو، النتيجه هيبقى سكور عالي يعني. بس تكتيك بقى وشغل فني في الملعب، هتلاقي الماتش مش هيبقى حلو. مفتوح يعني رايح جاي، هيبقى فيه اخطاء كتيره، تصوري. لا 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 لا، انا بحب ارمي لك واحده كده عشان نتقابل انا وانت تاني. ماشي، بس انا بقول لك ان برضه يعني الماتش ده هيبقى فيه اهداف كتير. لا، فيريرا برضه مدرب مخضرم، وسامي مدرب ممتاز، سامي من زمان مدرب كويس قوي. بس انا بس بقى عايز احيي مصطفى شوبير النهارده، حاجه محترمه بامانه. يعني نضج نضج نضج، ويا ريت ولسه بس يا رب ياخد، لانه مش هياخد. معلش بس انا صعب إيه؟ انه في بعض لسه صغير، في بعض الناس تنتقد مصطفى شوبير للاسم. انا عجبني قوي الكره اللي طلعها على مرتين دي، وفي الثالثه كمان لمسها قبل ما تخش. ويا ريت الناس تفصل ما بين مصطفى شوبير وما بين احمد شوبير. يا ريت الناس تفصل، ينسوا ان هو ابن احمد شوبير. صحيح، عشان الواد ده يلعب، لان لو فضل مربوط باحمد يعني دي حديها بتاثر عليه. انما انا شايفه ماشي في سكه كويسه. صحيح.